ايه حكايتك مع اميرة يا هايدي؟ مامي الله يرحمها كانت بتقول الدنيا صغيرة، كانت بتكرر الجملة دي كتير قوي. وبعدين؟ وهو ده اللي حصل، جات لي لحد عندي. انتي تعرفيها قبل كده؟ مجدي. مجدي مين؟ جوزك؟ وهي الدنيا رميتها هنا عندي. فعلا الدنيا صغيرة. انت غلطانة يا هايدي، أميرة ما تعرفكيش ولا تعرف جوزك. هو في مومس بتقول على نفسها كده؟ أكيد واحدة شبهها. عمر الست ما تغلط في واحدة شافتها نايمة مع جوزها على سريرها. بس أميرة مش هي الست اللي انت شفتيها. كنت أشعرفك، هي اللي قالت لك؟ جات لك هنا قالت لك. يا انا عارف ان انت اللي ولعت في السرير. اللي بتعمليه ده مش هيوصلك لحاجه يا هايدي. انت هنا محبوسه جايه من السجن، واللي بتعمليه ده هيعملك مشاكل اكتر. بلاش مشاكل يا هايدي، والا هتتحطي في اوضه الحجز المشدد. لا انا خلاص مش هعمل مشاكل تاني، وهبقى مطيعه. حاضر. انا عيني هتبقى عليك يا هايدي. اتفضلي. بقولك ايه، ما تخلي عينك عليها هي. ها؟